بعد مرور عامين على تدشين بودكاست مع هبة حرير، قدمنا خلالهم 3 مواسم تخطينا فيهم 2.5 مليون مشاهدة واستماع للبودكاست في 149 دولة حول العالم. 3 مواسم كانوا غنيين بمواضيع متنوعة في الصحة النفسية والتربية الآمنة، عن الاكتئاب، القلق، الخيانة، الوقت النوعي وغيرها من المواضيع اللي كنا حقيقي نهدف إن احنا نوصل المعلومات العلمية بلغة ممتعة وبسيطة في ذات الوقت. ندعوكم لحضور لقاء خاص حضوري بمستمعي البودكاست يوم السبت 28 ماي الساعة 11 صباحا في كيان في مدينة جدة، لجل نحكي لكم ونشارككم كواليس إعداد وتصوير الحلقات، أيضا نناقش معاكم مواضيع تخص صحتنا النفسية، جودة حياتنا الأسرية، سواء المواضيع اللي طرحناها في المواسم 3 أو غيرها من المواضيع اللي تحبوا أن احنا نناقشها بشكل شفاف وعلمي. كونوا على الموعد ونتشرف ونسعد بحضوركم.